أول شيء مسي عليكم بالخير. طبعا أنا أبغي أتحكى في نقاط معينة قبل ما أدخل في قضية بما تسمى راية العز. طبعا في بعض المقاومات من الجانب الحقوقي نسميها احنا مقاومة سلمية تتخذ فيها جميع جوانب الحق السلمي لأي شعب يطالب بحقه في سبيل تحقيق مطالبه بطرق سلمية وطرق مشروعة. تتصاعد في بعض الأحيان الطرق السلمية تأخذ منحى آخر، هو أنا ما أقدر أسميه عنف لأن عنف لازم يكون عنف وعنف مضاد. في حتى القوانين المحلية والدستور والقوانين الدولية تعطيك الحق بأن أنت تدافع عن نفسك ودفاع مشروع عن أي عرض أو أي إساءة تحصلها حتى من أي ضابط شرطة. أنا أتحكي لك بشكل قانوني وعلى حسب الدستور البحريني بأن أي أحد يدخل لك البيت ويحاول بأن يعتدي عليك ويخالف جزء من المهمة اللي هو جاي علشانها، إنزين تقدر تدافع فيه عن نفسك. طبعا ما راح اتكلم شنو الدفاع توصل الى وين، بس القوانين الدستورية واضحة انزين في هاي الاعتداء او في هاي الدفاع عفوا. ارجع الى قضية الشباب، قضية راية العز، يعني الامور اعتقد واضحة بالفيديو اللي شفناه أو اللي عرضته المحكمة وشهود الإثبات اللي كانوا طبعا من رجال الشرطة اللي كانوا متواجدين. كان في أكثر من يعني سؤال وجه إلى الشرطة نفسهم أو شهود الإثبات، كان كلامهم متناقض بأن هل الشباب كانوا بنيتهم لما لحقوا وراكم نيتهم القتل أو بس الترهيب، لأن حتى في التهم نفسها انزين التهم الجنائية تختلف. أنا قصدي يعني مهاجمة الشخص لقتله أو مهاجمتي لترهيبه للدفاع عن نفسي مثلا، لو قلناها في وضع آخر بغض النظر من هاي المجموعة، لأن ما حد يدري بهالمجموعة، مجموعة ناس ملثمة كانت تهاجم دوريات عند مدخل القرية، من داخل القرية من خارج القرية ما حد يدري فيهم انزين، والامور واضحه حتى بالنسبه الى الشرطه. اي شخص انت بتاخذه وبتعتقله مع المخالفات اللي صارت في اثناء الاعتقال والمداهمات وبشكل غير قانوني تماما، لان ما في ابراز محضر التفتيش او محضر القبض، بغض النظر عن هاي كل الامور بان ما في اثبات الى يعني الى المحكمه او من المحققين بان هذا الشخص الفلاني احمد او عبد الله او جاسم هو من موجود صورته في هذا الفيديو، معناته هني تنتفي الصفه. اذا ما كان في شخص واضح بملامحه بالكامل الملامح وبشهود كانوا متواجدين في نفس الفتره، هني تنتفي الصفه هذه. معناتها أنا شلون أتهم شخص من الأشخاص بأنه مثلا باق بيتي بدون ما يكون في شهود شافوه وهو في الواقع نفسها. أنا أعتقد بأن أول شغلة يعني تهمة الشروع في القتل هذه منتهين منها. التهمة الثانية بأن هاي الأشخاص اللي أخذوهم هاي بعم مفروغ منها لأن ما قدروا يثبتونها. وعلى فكرة يمكن ما أدري إذا الحكي سمعتونه من قبل ولا لا، أنا قريت محاضر التحقيق. في محاضر تحقيق صارت في التحقيقات الجنائية وصارت في النيابة العامة. في أشخاص اعترفوا تحت التعذيب. طبعا أنا ما أقدر أسميه تعذيب ممنهج لأن من كلامي وياهم
الضرب ما كان ممنهج، الضرب الممنهج معناتها بأن أنا يعني في عندي برنامج إلى شخص فلاني أضربه لما يقرب المعلومات بالكامل. هني في أساليب تستخدمها السلطات التحقيق، سلطات التحقيق تستخدمها لانتزاع الاعترافات، سواء كان بالتهديد، هو مو شرط بأن يكون الضرب أو التعذيب جسدي، يكون في بعض الأحيان التعذيب معنوي ونفسي، وبالأخص إذا يقولون لأي شخص من الأشخاص بأن أنا راح أجيب أمك هني أو أجيب أختك أو يعني بجيب خطيبتك أو بجيب يعني بهالأمور هذه كلها وراح نغتصبها، كل شخص من داخله يقول يمكن هذيلة السلطة هذه تكون متهورة وممكن بأن تجيبها. ليش حفظ في بعض الأحيان يعني الشرف العائلة وشرف البنت نفسها بأن تتعرض إلى مساوئ مثل هذه وقاموا أقروا؟ بس بعد في التحقيقات الإقرار بسبب التهديد والتعذيب قانونا ما يعتبر إقرار. لما راحوا النيابة، طبعا الحكي اللي قاعد أقوله، اليوم راحوا النيابة في مجموعة من الأشخاص، طبعا ما راح أذكر أساميهم، كانوا موجودين اعترفوا في النيابة بأنهم أقروا بالفعل تحت تهديد. معناتها المجموعة، حتى ما بقول عددها، المجموعة اللي هددوهم بأن لازم تعترف في النيابة العامة بما جاء في التحقيقات الجنائية تحت التعذيب نفسه، إذا ما سويت أو غيرت أي اعتراف راح نرجعك مرة ثانية، معناتها في تهديد واضح بالنسبة لهم. وهي يمكن يكون موقفهم شوية أصعب. يعني أنا يعني بلقائي ويا المحامين كانوا يتكلمون بأن في اعتراف من الطرفين، إذا أخذنا نظرية بأن النيابة العامة خصم شريف، وهني طبعا في علامات استفهام فيها. بس أنا أقول في النهاية إثباتات المحكمة لو قدرت تثبت بأن الشخص الفلاني أو مجموعة الأشخاص هم من ارتكبوا هذا العمل، أعتقد يمكن شهر شهرين ويحكمون عليهم بالحكم. أنا دائما متفائل، يمكن في مجالي الحقوقي ما تشائم ولا مرة تشائمت، لأن إذا ما أتفائل أعتقد بأن أنا راح أصيدني انكسار، والضحايا اللي أنا أروح يعني أحاول أعطيهم على قولتهم بذرة أمل راح يصابون بالانكسار نفس الشيء. أنا متفائل بأن مهما طلع الحكم ومهما صدر الحكم راح يكون أول شيء حكم سياسي، بسبب لأنها قضية رأي عام. السلطة لما تبغي تهيئ إلى حكم دائما تشغل الآلة الإعلامية عشان يبتدي يضغط، وطبعا في تجارب يضغط على متهمين فلانيين لأن عشان لا يقول بأن ترى الحكم مفاجئ، لا، الحكم الشارع العام الشارع المحلي هو يضغط على السلطة، طبعا هاي كلها تبرير، يضغط على السلطة لردع هؤلاء. والمشكلة بأن الوضع اللي احنا فيه مكركب زيادة يعني محفوظ. بس أنا متفائل، يمكن أكون غلط، أنا أعتقد بيكون مجموعة من الأشخاص يمكن القاضي يقول بأن استوفوا الفترة وما طلع عليهم أي إدانة وبيطلعهم براءة طبعا، والعلم عند رب العالمين. يتراوى لي بأن في مجموعة راح يعني يصير أو يصدر حكم ضدهم، أنا ما أقول قاسي وبعد مو مفاجئ. طبعا هاي في النهاية ضمير القضاء، يعني إذا عنده ضمير ونزيه راح يكون اللي يشوفه قدام عيونه على حسب الملفات الموجودة وعلى حسب شهود. طبعا شهود النفي أدانوا أنفسهم، سوري، شهود الإثبات أدانوا أنفسهم وطلعوا الشباب الموجودين بأن هم
بريئين، لأن صفة المهاجمة من أجل القتل أو إزهاق أرواح ما حدثت أبدا. وحتى واحد منهم من الشرطة يوم سأل المحامي قال هل بإمكان الشباب بأن يوصلون إليكم ويهاجمونكم أو يقتلونكم؟ قال إيه. قال وش صار؟ قال تراجعوا. ليش تراجعوا؟ قال ما أدري، لأن الحركة الشباب مو حركة عنف، وأنا بعد أكررها، هي مو حركة عنف، هي حركة مقاومة سلمية فقط. لو كانت عنف راح تكون في دمار أكثر من هذا، وإحنا يعني أنا أحمد يعني رب العالمين بأن ما تتجه ويعني إلى إلى ما يعني ما تنتهجه السلطة أو ما تحاول السلطة من الدس أو من الدفع بالشباب لانتهاج العمل العنف، وهم لاحين محافظين على سلميتهم، لأن أعتقد السلمية هي راح توصل الناس وراح يعني تنتزع حقوقها، لأن الحقوق هي مش مكرمات، الحقوق هي تنتزع ولا تعطى ولا تهدى، وإن شاء الله ربك يفرج يعني عنهم إن شاء الله كلهم. شكرا.